تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. محافظ حضرموت يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التعليمية بمديريتي الشحر وغيلب وزير، ويتفقد المراكز الأمنية ومعسكر الإرسال بالشحر والحامي. الوكيل الكثير يناقش الإجراءات الكفيلة لإيصال بث إذاعتي سيئون المكلا إلى عموم مناطق المحافظة، ويترأس اجتماعاً للجنة المناقصات بالوادي. جامعة حضرموت تنظم ورشة عمل لمناقشة رؤية ورسالة الجامعة والخطة الاستراتيجية الثانية لمركز التطوير الأكاديمي. السيدة والسادة، عام جديد يطل علينا نرجو فيه أمنا وأمانا واستقرارا في ربوع الوطن وحضرموت على وجه الخصوص. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة حضرموت الفضائية من المكلا. افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت صباح اليوم عددا من المشاريع التربوية والتعليمية بمديريتي الشحر وغيلب وزير. ودشن المحافظ جولته بافتتاح صفوف إضافية مع ملحقاتها ومختبر علمي وتأهيل المبنى القديم وتحسين البيئة المدرسية بمنطقة جول شحير بمدينة غيلب وزير، وافتتاح 3 مختبرات علمية و3 مشاريع لتحسين البيئة المدرسية بمدارس باعمر بمديرية غيلب وزير، ومدرستين مصاقع وابن رشد بمدينة الشحر، وافتتاح معمل حاسوب ومختبر علمي بثانوية باحسة للبنات بمدينة الشحر، وافتتاح 3 فصول دراسية مع ملحقاتها، وتحسين البيئة المدرسية بروضة الحامي، وافتتاح قاعة كبرى ومعمل حاسوب ومختبر علمي بثانوية الملاح بطائع بمدينة الحامي. كما وضع المحافظ البحسني حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تتكون من 12 فصل دراسي مع ملحقاته بمنطقة المجرف بمدينة الشحر، ووضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بمبنى ثانوية بمطرف القديم بمدينة الشحر. وعبر المحافظ البحسني عن سعادته بافتتاح هذه المنشآت التعليمية والتربوية مع أول أيام العام الميلادي الجديد، مؤكدا بأن التعليم والتربية كانت ولا زالت محل اهتمام السلطة المحلية. من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت الأخ جمال سالم عبدون بأن افتتاح هذه المشاريع يأتي في سياق خطط المكتب للاهتمام بالمرافق التعليمية وتطويرها وتوسيع رقعة انتشارها لاستيعاب الريادة والزيادة في أعداد الطلاب والوصول إلى كافة المناطق حتى النائية منها. في أول أيام هذا العام الجديد نزف هذه البشرة للمواطنين لأولياء الأمور للطلبة عن افتتاح هذه المشاريع الجدا هامة والمشاريع الجميلة جدا والتي سررنا برؤيتها في هذه الحلة الجميلة، مشاريع في حقل التربية والتعليم من ترميم كامل وجذري لمجموعة كبيرة من المدارس. ما شاهدناه اليوم سررنا به كثيرا، لأن مستوى العمل كان رائع والتنظيم كان رائع والإخراج كان رائع أيضا جدا، وظهر المنظر بهذا المنظر المظهر الجميل جدا الذي سر الناس كلها كل من شاهدوا. خلال السنتين الآن فتحت لنا 33 مجمع تربوي ثانوي، وصلنا إلى المناطق النائية البعيدة جدا جدا جدا. هذا بفضل التخطيط، بفضل الدعم اللامحدود من قبل الأخ المحافظ. سياستنا التعليمية هي إيصال المادة التعليمية إلى أذهان الطلاب بكل يسر وسهولة. تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم المراكز الأمنية بمدينتي الشحر والحامي ومعسكر الإرسال التابع للواء الأحقاف بمديرية الشحر. وطاف محافظ حضرموت بأقسام مركزي أمن المحط والمنصورة ومرور الشحر ومركز أمن الحامي والمجد، مطلعا على عمليات البناء والترميم والتأهيل التي نفذت بتمويل ودعم من
الإمارات العربية المتحدة عبر برنامج تدريب وتأهيل قطاع الشرطة بحضرموت ضمن جهود إعادة بناء الأجهزة الأمنية والكوادر العاملة بها، مقدما بالشكر والامتنان لدولة الإمارات على جهودها في دعم القطاع الأمني وتطويره. كما حث محافظ حضرموت القادة والضباط والجنود على التفادي في خدمة المواطنين وضبط الأمن والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. كما ألقى محافظ حضرموت كلمة في ضباط وجنود معسكر الإرسال، أكد خلالها على الرفع من مستوى الجاهزية واليقظة والانتباه والتركيز على التدريب المتواصل الذي يحقق للجندي الانضباط ويخلق فيه الشجاعة ويجعله مستعدا بشكل دائم لأي طارئ. اليوم مش تم إعادة تأهيل المراكز التي تم تدميرها، بل بالعكس بناء مراكز جديدة، من ضمنها هذا المركز الذي نقف فيه في حي المنصورة، تم تأهيله وتجهيزه على مستوى عالي بهذه الحلة التي توفر كل الأجواء لكي يعملوا رجال الأمن على الملف الأمني وهما في مستوى عالي من الأريحية، وتوفر لهم كل الشروط وكل المقومات لكي يعملوا سواء كان في الإدارة سواء كان في الميدان. استعرضت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت اليوم في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري سير الأعمال الجارية في المشاريع الممولة من حصة مبيعات حضرموت من النفط، وضع آلية لإدارة ومتابعة المشاريع عبر تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الكثيري وعضوية مديري عموم مكاتب المالية والتخطيط والصحة والأشغال العامة والطرق والنفط بالوادي والصحراء. وأقرت اللجنة في اجتماعها تكليف مدير إدارة الجودة والمشاريع المهندس خالد الجنيد بإعداد دراسة متكاملة لإعادة تأهيل طريق العبر بن عفان وردم التقطعات الأسفلتية التي تؤثر على حركة المرور، وتكليف مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالوادي عبد الله نصر برفع مصفوفة متكاملة للمشاريع المنفذة مع توضيح المعايير الرئيسية في اعتمادها. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم الإجراءات الكفيلة بإيصال بث إذاعتي سيئون المكلا لتعزيز الربط الشبكي بين الإذاعتين لتغطية كافة مناطق المحافظة، واستمع الوكيل الكثير من مدير الإدارة الهندسية الفنية بالمحافظة المهندس خالد مصاقع ونائبه المهندس علي بن قاضي إلى توضيح عن الإمكانات الفنية المتوفرة حاليا لبث إذاعة سيئون عبر محطة البث المتوسطة ومحطة البث FM في كل من سيئون والقطن وشبام، وجودة ونقاء البث في كافة مناطق الوادي والصحراء. وأبذل الوكيل الكثير استعداد السلطة المحلية لتلبية الاحتياجات من القوى الوظيفية والأجهزة والمعدات الفنية الضرورية التي يعتمد عليها العمل اليومي، داعيا الإدارة الهندسية إلى رفع تصور بالاحتياجات لتلبيتها. نظمت جامعة حضرموت ورشة عمل لمناقشة رؤية ورسالة الجامعة والخطة الاستراتيجية الثانية للخمس السنوات القادمة لمركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة. وفي الجلسة الافتتاحية أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش بأن الجامعة شهدت تطورا كبيرا خلال الثمان سنوات الماضية وتبنيها لموضوع الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيرا إلى أن الجامعة أنجزت جميع مراحل التطوير وتوصيف المقررات الدراسية للكليات العلمية. واستعرض رئيس الجامعة نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية والاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية للبدء في مشروع إنشاء المستشفى الجامعي ومركز السرطان بتمويل الصندوق السعودي للتنمية وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات التي سيمولها مجلس أمناء الجامعة وكلية طب الأسنان الممولة من الهيئة الكويتية للإغاثة، مضيفا أن الجامعة ستفتتح مساق الدكتوراه لبرامج الدراسات العليا خلال هذا العام. على صعيد متصل قام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش ونوابه وعمداء الكليات بافتتاح القاعة التدريبية الجديدة التابعة للمركز التطوير الأكاديمي بتمويل من مؤسسة العون للتنمية. دشن مستشفى هياء اليحيى لطب العيون بالمكلا العمليات الجراحية ضمن مخيم العيون المجاني الذي ينفذه المستشفى منذ 24 من ديسمبر الماضي لإجراء 556 عملية للمياه البيضاء
بجهاز الفاكو وعمليات جراحية للعيون. المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت دكتور رياض حبور الجريري قام بالاطلاع على سير أعمال المخيم وإجراء العمليات الجراحية، وأشاد بجهود مستشفى هيا اليحيى بالتخفيف عن المرضى وتنفيذ المخيمات المجانية في طب العيون. واستقبل المخيم خلال الأيام الماضية قرابة 2000 حالة من مختلف مديريات حضرموت والمحافظات المجاورة، تم إجراء الفحوصات وصرف النظارات والأدوية لهم مجانا، وتستمر أعمال المخيم حتى 8 يناير الجاري. أشكر الأخوة داعمين بشكل عام جميعهم، طبعا هناك شراكات كبيرة جدا في هذا المخيم وفي مخيمات سابقة. الأخوة الداعمين لهم دور كبير جدا في دعم المرضى، دعم القطاع الصحي بساحل حضرموت للفترات السابقة من سنين طويلة جدا، وهم معنا في الميدان يدعموا هذه المخيمات ويوقفوا معنا سند ودعم. وأيضا أشكر الأخوة في مستشفى هياء على تلقفهم مثل هذا الدعم أيضا وتقديمهم خدمات جليلة جدا في هذا التخصص. الأعداد والإقبال كبير جدا جدا على المخيم، حيث بلغ عدد المرضى حوالي 2000 مريض، وتم تسجيل عمليات لحوالي 556 حالة عملية بهذا المخيم. طبعا يعني 100% مجان، يعني من العمليات والأدوية والنظارات القراءة وأدوية ما بعد العملية، كل المخيم الحمد لله يعني مجان 100%. أبهرني ما رأيته في مستشفى هيا اليحيى من تنظيم وإدارة، وأقدم شكري الخاص طبعا لمحافظ محافظة حضرموت، وشكري أيضا للدكتور رياض الجريري على ما يقدمه من خدمات، ونحن دوما على تم الاستعداد إن شاء الله تعالى لدعم مثل هذه المخيمات. أشكر الجميع سلطة وإدارة المستشفى هيا اليحيى. السيدات والسادة، كان هذا آخر خبر في هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التعليمية بمديريتي الشحر وغيب وزير، ويتفقد المراكز الأمنية ومعسكر الإرسال بالشحر والحامي. الوكيل الكثير يناقش الإجراءات الكفيلة لإيصال بث إذاعتي سيئون والمكلا إلى عموم مناطق المحافظة، ويترأس اجتماعاً للجنة المناقصات بالوادي. جامعة حضرموت تنظم ورشة عمل لمناقشة رؤية ورسالة الجامعة والخطة الاستراتيجية الثانية لمركز التطوير الأكاديمي. بهكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لكم من قناة حضرموت الفضائية من المكلا. شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، دمتم في أمان الله.